توزيع يكون محكم، نسهل بسم الله المرورية في الصبيحة هذه ونأدي المهام تاعنا على أحسن ما يرى. بالنسبة للتشكيل اللي راه في القطاع، مصالح الأمن ولاية بومرداس تزامن التقلبات الجوية التي تشهدها ولاية بومرداس على غرار باقي ولايات الوطن، سخرت كافة إمكانياتها المادية والبشرية لمرافقة مستعملي الطرقات سواء أصحاب المركبات بمختلف أصنافها وكذلك الراجلين من خلال توعيتهم وتذكيرهم بالأخطار التي يمكن أن يتعرضوا لها، مع توجيه لهم جملة من التوصيات الأمنية الواجب اتخاذها خاصة أثناء التقلبات الجوية المتعلقة بضرورة تفقد سلامة الفرامل المركبات، تفقد تجهيزات الرؤية بالنسبة للمركبة، أيضا ضرورة تقليل السرعة قدر الإمكان في الظروف الطبيعية هذه مقارنة بظروف العادية، وتبقى أرقامنا الخضراء دائما الاتصال والتواصل لإشكال عبر طرقات إقليم الاختصاص. يرجى التواصل مع مصالحنا عبر الخطوط 1540 ورقم 17.